فينا همة نبتدي الحلم ونتمة نتم المعهد مثالي في تفاصيل ألعبهم كورة هم يجوا متنانين زيادة وأنا حسيبهم ينزلوا الوزن كثير. هلا علمت نفسك؟ ما بك يا أستاذ ياسر. قل أستاذ، قل أستاذ، تكلم بلغة عربية فصحى. تلعب كورة؟ أنا لا ألعب الكرة. طيب سعادة، سعادة الوكيل أهلا وسهلا. ما مالي أراك واقفا، استرح استرح لنقابل الطلاب. الله يبارك فيك. عندي ملاحظة هنا، عندي ملاحظة هنا. يا كثر ملاحظاتك سعادة الوكيل. ملاحظة إيش بو دا؟ إيش بو أخلاقه وشاينة؟ ما في أحد يشيل الماء. حياك الله أستاذ خالد. أهلا وسهلا. ما شاء الله وردة، ما شاء الله سيادة الوكيل عنده وردة ما شاء الله. أنت وردة. الله يجزاك خير، الله يثيبك. طبعاً هذه شك. هذه نلتقي بالطالب الأول. من؟ الطالب الأول يا أستاذ. أستاذ الطالب الأول، أين الطالب الأول؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلاً يا ابني، حياك الله. أتمنى أني أكون معاكم في البرنامج. أنت معانا، تفضل، إيش موهبتك؟ لا ليس معنا، ليس معنا، لا يرغبن عليك. من أنت؟ من أنت؟ إذا رأيناك نتفرج عليك يا أستاذ عبد الرحمن ونبسط. يا سلام، من جماهيرك، من جماهيرك يعني. لا تتملق، لعب عليك يا مغفر. كنت أحمر أنت يا أستاذ ياسر. يستاهل، يستاهل، يستاهل. من أنت؟ تفضل، علمنا عليك. معاكم مروان المجيدي. أنعم وأكرم. ما شاء الله. عليك زود، الله يسلمك ويبقيك. وش موهبتك؟ موهبتي الإنشاد. وش جاي تقدم يعني؟ الإنشاد. وواثق بنفسك؟ اي واثق. عن اذنك استاذ ياسر، واثق بنفسك؟ يعني شوي شوي. انشاد؟ اي يعني. ها خلي يسمعنا شيء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ما شاء الله. عبد الرحمن بن قاسم يا عيونه. اتمنى اني اكون معاكم في البرنامج. عيوني الله. نفس اللهجه. دقيقه دقيقه دقيقه، انت هذه نفس اللهجه. هذه مهاره ولا مهنه يا استاذ خالد؟ انا اعطيك كرت احمر. نفس اللهجه انا مرتاح له، هذا باخذه في البرنامج، اخذه معي في الحياه. هذا نحيف لا ينفع لحصصك. انا اعرف له يا استاذ. رجاء نقعد. نفس اللهجه انا مطمئن له معي. يا طالب، يا طالب تفضل. قلت لي ما اسمك؟ تفضل. ايش في ده؟ مدرس اللغه العربيه. مروان المجيدي. اي نعم. ما شاء الله، انعم واكرم. الله يبارك فيك. انشد لنا باللغه العربيه الفصحى والا لن اقبل. ده نفس اللهجه. طالع هو خايف استاذ ياسر. بدر علينا. والله صوته جميل. ارجع. الصوت جميل. والله ارجع. صوته جميل. ارجع، انا اقيم كيف ما شاء. انشد. انت كرت احمر. طالع البدر علينا. والله جميل. اكمل. من ثنيات الوداع. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. لا جيد. الى فصلك، الى فصلك، الى فصلك. لا لا تروح الى فصلك. انا اعطيك كلمه واحده. انا اقول استاذ خالد نفسي نفسي اتصور معك استاذ. انا اقول لك نفس اللهجه واحس انا بالاطمئنان. انت من الان مقبول، وان ما قبلك البرنامج والمدرسه اخذك معي في كل حته. الله يعطيك العافيه، والله ما قصرت. تفضل تفضل. اللي بعده تفضل يا حبيبي. كرت اصفر تفضل. غادر. لا لا، الين اخذ الكرت الاحمر وتفضل. غادر. كرت احمر تفضل. يعطيك العافيه. حبك الان ما حبك. الى فصلك. التالي. ما يصلح كذا تجيبون تسابق. هو جيد. عليكم السلام. السلام. ما شاء الله. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. واوقاتك. تكلم بلغه عربيه فصحى وقل اسمك اولا وموهبتك. ابشر يا استاذي، انا سقار القبيسي، منشد وقارئ للقرآن الكريم. ما شاء الله. طيب قارئ للقرآن، الشبكة شو وضعها عندك؟ مجرد يوتر. ضحكة ضحكة، اضحك. أنت منشد. اقرأ 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 أو نعم اقرأ اقرأ لنا شيئا من كتاب الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. صدق الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. حسبك يا بني. صوته جميل جدا. صوتك جميل. هل سمعتنا شيئا من اناشيدك او من جاي تعدد مواهب؟ تامر امر ابشر. ها
هذا تعدد مواهب يا استاذ خالد. دقيقة دقيقة. مش عاجبه الجو جد قوي قوي. احنا برنامجنا وش اسمه؟ ارجوك اتفل فل لو تسمح لي وتعطيني فرصه يا وكيل الله يرضى عليك حبيبي. ايش هيك يا استاذ؟ تدري غادر غادر بعطيك شيله. طيب لا دقيقه دقيقه. لا غادر استاذ خالد يكلم عليك شيله. انا جاز لي انا عندي ترى مشاركه معك. صوتك جاز لي ما شاء الله تبارك الله وانت رجل ما شاء الله فيك قبول. الله يسعدك. وانا قليل ما امدح فالي الغلا. حياك الله تفضل. تسلم الله يرضى عليك خالتي. تعالي للمسرح ان شاء الله. حاز على رضا الاستاذ خالد. والله مصيبه هذه. والله مصيبه تستاهل يا الغالي. يسعدك تسلم. يعطيك العافيه. تسلم يا قماش. الطقس حار هنا. اهلا وسهلا. بعد معها كرت الى فصلك. اطلع ولا انا ماني مرتاح لهذا يا صقار. غادر ان شاء الله برا. اللي بعده ممتاز هذا صقار. شكرا ما شاء الله. طلاب جيدين. طلاب جيدين. لا لا طلاب يعني لديهم ابداعات. خلاص الطالب الاتي لا خلاص باقي في اخر واحد الان. انا وراي. خلاص حنا انت هنا. ايش فيك نفسك شينا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ما شاء الله وجهك بشوش. طول عمرك. تكلم باللغه العرق. اطال الله عمر الاستاذ. اطال الله عمرك يا استاذ. اطال الله عمر الاستاذ. اسمي شكله مهايطي ده. انا ما احب المهايطيه. شكله كذا. انا صراحه ارى في وجهي القبول. اول طول عمرك. اول مره وش اسمك انت؟ وش اسمك؟ عرفنا بنفسك. من انت؟ واحد اسالني ثلاث اسئله واحده. احنا اللي نحدد مو بنت. من انت؟ اي وش جاوب الاول انت ولا هو؟ انا الاول. الاستاذ خالد. هو وكيل. اسمي فهد. فهد الدوسري. ارفع صوتك ما اسمعك. اسمي فهد. ارفع صوتك ما اسمعك. فهد ارفع صوتك فوق. فهد بن جديع الدوسري. حياك الله يا فهد. الله يبقيك. حياك الله. وش بتقدم لنا؟ سبعه انعام. ابقى اللي تبون. انا مقدم. اللي تبون؟ شلون اللي تبون؟ ها؟ والله المطعم. ها؟ احنا بمطعم. والله صدق. مقدم. انا اعرف. انا عندي ملاحظات هنا استاذ في وجهي هذا. لا رجاء يعني انا اعرف. انا افضي نفسي 9 دقائق عشانكم. انا اعرف للطلاب. انا اعرف الساعه ما شحنتها. يا مرحبا. اسمك فهد؟ اسمي فهد. نعم. جديع؟ جديع. الدوسري؟ الدوسري. مقدم؟ نعم مقدم وشاعر. مقدم مو مقدم. تكلم باللغه العربيه الفصحى وقدم لنا نصا. اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. إلى فصلك. دقيقة نسمع. دقيقة. إلى فصلك. هو مهايطي الولد. أنا ما أبي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أنا أحبك يا أستاذ ياسر. أنا كذلك. شيختك ما نعرف وجهه من قفاه. هم أقوى مني. غادر. كرت أحمر. أستاذ ياسر إيش فيك؟ غادر. الولد مهايطي. أنا ما أحبه كذا. أنا أقول إنه هذا البرنامج أنتم تستقطبون لنا. أنتم هذول اختبرتوهم. استريح يا أستاذ ياسر. أستاذ ياسر. أستاذ ياسر. وش فيك استاذ ياسر؟ لا ما شاء الله هالسنه انت والله ملخبط اعداداتك. ساحه المدرسه. انا صراحه يعني كشختي ما تسمح لي اني اقوم اسوي نفس الحركات هذه. معليش تكفى. انا لي ثلاث ايام اكشخ عشان التالي. بعد في احد ياسر؟ ما عاد في احد. انت متحمس زياده. لا لا خلاص انت. لا يوجد تالي. خلاص لا يوجد تالي. اقول الاعداد اعطوني كرسي رنج. هذا ما يكفي. ايش في داوم والله الوكيل هالسنه ما شاء الله. يوجد تالي. شنو يوجد توالي ما شاء الله. انا ابو بندر. هلا يلا حيه. انا ابو بندر يا عيال. تلوك تلوك ابو بندر. يلا يلا عيال. انا ابو بندر. ودوا له كيل يا عيال.